في زون ميكس والتحق بين ضيوفنا وحاضرين معنا اليوم ايضا الاعلامي سامي العكريمي. مرحبا بك. اهلا بيك واهلا بمستمعي ومجتمعات اكسبريس اف ام. ايضا اللاعب الدولي السابق وسام العابدي. شو احوالك؟ مرحبا بك سلام ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. يحضر معنا ايضا اليوم المحلل الفني منجي ابراهيم. المنجي لاباس؟ مرحبا بك خويا اسلام ومرحبا بخويا سامي وخويا وسام. عندي 3 سنين ما شفتوش. حتى انا توحشتك وان شاء الله ديما نشوفك الخير ان شاء الله. ان شاء الله. باهي خلينا نبداو نحكيو ندخل ديريكت في الصحن. الجماعه قالوا شويه ساعه باش نحكي مع المنتخب، نحاولوا نكبسوا الريتم باش نحكيوا اكثر ما يمكن كل التفاصيل الفنيه. نبدا معاك سي المنجي، خلينا ناخذوا كلمه عامه ساعه على المنتخب في مقابله البارح، كيف شفتوا؟ ومقابله البارح احنا اللي الشيء اللي تخوفنا منه صار كي شفنا الفريق ضد الفريق الكونغولي، وقت اللي هو كان ماتش تيست باش تحضر الفريق للمباراه ضد الفريق الجزائري. نحب ولا نكره احنا ما نحبوش نخسروا ضد الجزائر، والجزائر نفس الشيء ما تحبش تخسر ضد تونس، اللي لنا ثم معناها امبرستيج، ثم كلاسمون وثم كونفرونتاسيون اللي تنجم تصير سواء في الكوب دافريك ولا في الكاليفيكاسيون تو تار في الكوب دي موند. خلات لي اليوم لاحظت اللي ما فماش استقرار، لا بروف ديفونسيفمون بدلنا معناها بريسك 98% التركيبه الدفاعيه، وقت اللي اذا كان اليوم ما فهمناش الكره، تبارك الله وسام كان ملاعب كبير ويعرف اللي اليوم اذا كان ما عندكش استقرار دفاعي راه ما عندك وين تمشي باي فريق في العالم. لا بروف ليفربول تنحى على فان دايك بركه لاصابه، شفنا ليفربول السنه شنو اللي عملت، دونك خلات لي اليوم ثم اون جيستيون اللي هي كاتاستروفيك ا مون افي او نيفو دو ليكيب ناسيونال. خليت اللي نجم نشكروا احنا سيرتان مومون، مي ا سيرتان مومون كونت يفو كريتيكي دير لي شوز اون فاس انتر كاتر زيرو، ثم بريستيج تاع ليكيب ناسيونال، واللي جاي لليكيب ناسيونال باش عامل مزيه على ليكيب ناسيونال ما عندوش مكانته. لا بروف انت كي تشوف ثلاثه من الملاعبيه كساسوا يوسف المساكني وكساسوا فرجاني ساسي والا الوليد هذاك اللي من النرويج يجي للترابز نتاع الفريق الوطني التونسي، جاي باسكو لا لوبلي يوم شي يجي ومن بعد يلقى اكور باش يمشي ويغادر الترابز تاع الفريق الوطني التونسي، هذاك علاش خلى وحذاري من الفريق المالي، لان الفريق المالي لعب ضده الفريق الجزائري والفريق الجزائري منع من هزيمه. الفريق المالي في ضد مباراه الجزائر كان احسن من الفريق الجزائري ب ما نحكي لكش قداش. واتونسيون بربي خويا اسلام مهم برشا، راهو الفريق الجزائري الجوارات لي جوار كادر ما كانوش في المستوى اللي عودونا به اوروزمون بور ليكيب ناسيونال. تحكي اكثر بعد بكل التفاصيل، وايضا باش نرجعوا لمقابله مالي الجايه. وسام نسمع رايك في المقابله بعد ونوصلوا اكثر في التفاصيل بصفه عامه معنا. بون هو ماتش اميكال ديربي بين تونس والجزائر، تعرف اللي انت ديما فيه نكهه خاصه وفيه معناها اون جو، حتى يكون ماتش اميكال معناها باش تلقى لي دي زيكيب معناها سواء تونس ولا الجزائر معناها باش تلقى ديما ماتش كبير مش تلقى. شفنا البارح الماتش بصراحه سيرتو ال 45 مينيت الاولانيه المنتخب الجزائري لا دوميني، 45 دقيقة الأولى عمل كل شيء، معناها مركز زبونت وعمل تحس إن الجزائر تحب تربح، حتى ولو إنه ماتش أميكال تشوف لي الستار اللي فيهم وتشوف الملاعبية تحب تربح وتشوف كيفاش تكلم تحب كيفاش. أنا كنت في استاد وسام تأكيد لكلامك، تشوف حتى جمال بالماضي على خط التماس ما يركحش معناها، هاو مشي هاو جاي وهذا انتقل للملاعبية. تشوف روح اللعوبية بغداد وخاصة بليل البارح، تشوف فما ديفيرونس كبيرة بين المنتخبات الاثنين. تشوف انت كيما قلت انت تحكي على اونترونور، شوف شو يعمل الروح اللي حاطها في الملاعبية في ماتش اميكال. صحيح 27 ماتش ولا 26 ماتش ما خسرت حتى ماتش الجزائر اليوم. تشوف الروح معناها ماتش اميكال كيما قلت انت اعطينا احنا شنو اللي حاجتنا حتى من ماتش اميكال، ديربي صحيح اما اعطينا المانيير، اعطينا البريستاسيون، اعطينا اللعب، اعطينا يا خويا اخسر مثال شو خسرت البارح، اما اعطينا الملاعب يحب يلعب يحب يعطي 100% روح صحيت هذيك من ناقصتنا. انت تشوف المنتخب في الماتش الماتشات الكبار ما تلقاهاش في كسوا في كوب دي موند الاخرانيه، كسوا في كوب دافريك، كسوا تلقاه في ماتشات بتاع كاليفيكاسيون بتاع كوب دافريك. اليوم مترشحين احنا الاولانيين، يقول لك ما عندي حتى انا اليوم مترشح انا الاول وكذا وعندي كاليفيكاسيون بتاع كوب دي موند مازال قدامي مش نحاول الله، يقول لك مش نوصل اما يعطيني. اما في الماتشات الكبار في التظاهرات الكبيره ما تلقاهاش المنتخب، سيرتو تو عندك ملاعبيه بصراحه عندك برشا ملاعبيه وتنجم توظفهم، اما وين اليوم اطار فني انت مدرب؟ انا ما نجمش نكريتيك مدرب في تكتيك، هذاك انت اللي تعمله، انت اللي تحط الملاعبي، انت اللي تريني فيه، انت اللي توظفه، وين تحط هذا في بلاست وهذا في بلاست.
انا نجي اليوم كيما قال لك سي المنجي، انا يلزمني ننقد ويلزمني نشكر، يلزمني المنتخب اليوم اذا نشوفه يعمل في ماتش كبار ويعمل في بريستاسيون كبيره مش نشكره بالطبيعه، اما انا اليوم اسير دو ماتش دو ماتش اميكو ما شفنا حتى شيء بصراحه سي المنجي ولا سي سامي، ما شفنا حتى شيء اليوم ضد الكونغو، راه الكونغو معناها ماهيش مترشحه كوب دافريك وعملت ماتش كبير ضد تونس. انا سليت يعمل لك مركا البونت وهذاك شفت انا ماتش كيما المغير، لا بالعكس انا نحب ان نشكر المنتخب خاطر ونحب ان نشجع المنتخب اكيد 200% ونحن كنا تونس ونحب المنتخب كيما القدام، اما وقت اللي انت ما فما حتى شيء زاد لازمني ننقدك كانت اعلامي كانا ملاعبي معناها لعبت في المنتخب ولعبت معناها عن نعرف خويا معناها وقت اللي لازمني ننقدك اليوم البارح مي دوزيام ميتا 25 مينوت اليوم لعب بالمنتخب وحب يوصل لكن ما بعدش بعد ضيعت 45 دقيقة ذوكم المنتخب الجزائري عمل فيهم كل شيء مركة ولعب وتشوف انت الروح كما قلت انت هذيك ناقصتنا بصراحه عندك ملاعبيه وعندك جروب به وجبت زوز ملاعبيه تو نحكيو فيهم حتى بعد باش نحكيو على كل شيء عليهم كل شيء بعد حبيت ناخذ كلمه جبتهم انت جبتهم جرب ما يصيرش زين اخويا من هذا ومن هذا جرب واعطينا بار جرب بعد راك مش تحط كيما نقول لك استابيليتي تحط كيب تحط اللي مش تعمل عليها جاتك برشا ماتشات قدام جاي كوب دافريك 2021 معناها حط ستابيليتي وحط ليكيب اللي مش تمشي بها وباش تمشي بها الاخر اختانا من تعدينا بريمير تور وديزيام تور وواحد اعطينا اخويا نحبوا نحبوا نعملوا حاجه اليوم المنتخب الجزائري عنده لحمه كبيره عنده جروب كبير خاصه الاستقرار في التشكيله ما فماش خاصه سامي انت اكثر واحد قلت لي ساعه شويه قلبك معبي برامو اشو ساعة حبيت نجاوب محلل في برنامج قال وقت جاو يقدموا في مباراة الجزائر وتونس قالوا قال احنا عندنا أسبقية معنوية على الفريق الجزائري مثالش وسام أصغر مني أنا ومنجم إبراهيم حبيت نذكر حاجة شوف راهو المغرب والجزائر عبر التاريخ في المباريات كان يوقفهم واحد برك كان يوقفهم عتوكا كان عقدة المهاجمين والفريق والدولة والمحبين دمغاربة والجزيرية عتوقة كان يوقفهم وحدهم هذه معناتها للتاريخ عمرنا ما كنا أقوى برشا من المغرب ولا أقوى من المغرب ولا أقوى من الجزائر مشى عتوقة مشاتك الأسبقية المعنوية هذه كمشات هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية اللي يحب نقولها هي أنه يقولوا أنه الفريق الوطني هو مرآة الكرة التونسية ومرآة البطولة التونسية هذه هي مرآة الكرة التونسية فماش ملاعبين من البطولة لا مش ترجعوا لها مرآة وقت انت البطولة متاعك ما تطلعش غير قادرة انها تطلع لاعبين في الفريق الوطني معناتها انت عندك بطولة ضعيفة برشا واحنا بعد نرجع على نوعية اللاعبين التوانسة عندنا جمعية تحت المتوسط معناتها على المستوى الفردي وعلى المستوى وعلى المستوى الجماعي نجيو الحاجة الثالثة اللي مهمة برشا اللي برشا ناس ما يقولوهاش في العشر سنين الاخرانيين هذوما احنا نوزنسام السيليكسيونور معناتها ناسيونال ما بين قارين ومارين نمر 11 تعدى كاسبرجاك وتعدى كرور وتعدى ليكنز وتعدى فما اللي حط الاعمال مرتين شويه وتعدى الكنزاري وتعدى خنفير وتعدى معلول مرتين في 10 سنين في 10 سنوات المانيا في تاريخها قد عندها مدرب في تاريخ الكل 10 مدربين تسمع احنا في 10 سنوات 11 مدرب وطني كيفاش تلقى ستابيليتي بالعكس كيفاش تلقى ستابيليتي وباش نقول لك انا حاجه ها باش نعمل انا انتيسيباسيون الانتيسيباسيون اللي باش نعملها توا جوقت رئيس الجامعه انه تهاجموا الكباير والكباير باش يتنحى قبل الكوب دافريك بعد الكوب دافريك كباير انا نقول لكم ما يمشيش الكوب دي موند شوف يمشي الواحد اليوم ثم فهم فهمني النقطة هذه قلت لي جوقة رئيس الجامعة باش تهاجم الكباير باش يتنحى قول لي يا اخي احنا عندنا فهمني الحكاية عندنا احنا عندنا جوقة كاملة هي ما ثماش رئيس الجامعة برك لكن ثم جوقة قاعد معناتها تكذب على الناس وتزيف في الحقائق نتاع الكرة التونسية ونتاع الفريق الوطني تقول معناتها باش يركبوا الفشل على منظر الكباير اليوم هذه هي استراتيجية وبدات استراتيجية بعد ماتش الكونغو
والاستراتيجيه هذه زادت قوات. البارح انا هني قلت لك هاو نعطيك سكوب، قلت لك واذا كان مشى للكان في حاله ما اذا مشى للكان ما يمشيش الكوب دي موند، هذا اذا مشى للكان هذه الحاجه الثالثه اللي معناتها الرابعه اللي نحب نقولها. قلت لي انت عندنا شنو اللي عندنا؟ عندنا عندنا لا عندنا لاعبين يلعبوا دون دي كلوب دو تروازيام زون، هذايا ويلا كان يلعبوا في اوروبا يلعبوا دون دي كلوب دو تروازيام زون. عندنا الكابيتان نتاع الفريق نتاعنا عنده 4 سنين وفاء، ما عندوش 31 سنه، ما عادش عنده 5 دقائق في ساقيه، لا تكنيك هذيك تكنيك يعطيها ربي، ما عادش عنده 5 دقائق فيزيكمون، ما عادش عنده 5 دقائق. الديماراج الاولاني الى اون بليسور موسكولير. المجموعه نتاعنا متوسطه اذا ما نقولوش اقل من المتوسط. نتفاعل معك في النقطه هذه سامي، قلت لي يلعبوا في ايكيبات صغيره يا اخي، البلايلي وبونجاح وين يلعبوا معنا؟ لا 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 مش نقول لك حاجه مهمه برشا، احنا اللاعبين نتاعنا التوانسه ما نحكيوش على اللاعبين اللي مشيوا لاوروبا يرجعوا بعد 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور، اللاعبين نتاعنا اللي مشيوا نحن للخليج يطردوهم الفرق نتاعهم، اذا ما طردوهمش الفرق نتاعهم تشوفهم وقت يرجعوا الفريق الوطني تشوف المستوى نتاعهم كيفاش يرجع. شوف انت زوز لاعبين اللي قلت توا اساميهم، شوف بنجاح، بنجاح راهو الكاليتي اللي ولات عنده في البطوله القطريه. شوف البلايلي اللي البلايلي سي ان كاركتير، سي ان كاركتير معناتها دي كاركتير، بنجاح ومحرز وبلايلي وكل مش حاجه سهله. شوف الكاليتي اليوم بلايلي وقت يقف بلايلي ويحط الكوره وما يشوتاش محرز ويشوتها هو، عارف شو معناتها؟ دونك شوف الكاليتي فوالا، دونك شوف 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 لا والامبيونس بالملاعبيه والجو اللي خلقوا ستاف شوف شوف انت الكاليتي. باهي خلينا نبداو من الاول سي المنجي، الاختيارات بصفه عامه مش للمقابله، نحكي للستاج للثلاثه مقابلات، هل هذم افضل ما عندنا؟ هو اليوم راهو هو اللي جورني فيفا راهو مش من السهل اليوم هذا باش تلقى معناها دي 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 زيكيب فاسيل حتى او نيفو افريكان. دونك انا نقول اللي الاشكال الكبير في 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 تونس هو ما نقعدناش نستغلوا الكفاءات، نحطوا ديما شخص معين اللي ما يفهم حتى شيء بالكره باش كل شيء نقولوا له. وسام العابدي قلقنا باسكو سي ان جران جوار ان جران انترناسيونال يفهم الكره ما نحطلوش لا ديفيرونس بارابور على الاوروب. انا عشت وانا جي كونو جي لا شانس دو كونيتر يواكيم لوف وداير بعثوا لي ميساج اللي هو بعث لي السلام موجوده من المانيا تنقول لك علاش عرفت عليه شوريك لا روميز اون كيستيون اللي احنا ما عندناش ماهيش موجوده هنا. واليوم النوادي زادا يلزمها هي البرون كونت العمل هذايا لا بروف انا بلو دو جون معناها دو تالون. اليوم ليكيب ناسيونال بريسك ان جوار ولا دو جوار يلعبوا ينشطوا في الدوري التونسي. يواكيم لوف انا تعرفت عليه وقت يلعبوا تحنا ضد مع سيون ضد ليكيب هذايا ومن بعد ماخذ المينيم بي وقت اللي كلات 4-0 98 نحكيها لك ضد كرواسيا ليكيب دالمانيا. بعدها اون 2004 عيطوا ليواكيم لوف باش يولي لاجوان تاع كلينسمان. 2006 ولا هو الانترنور برانسيبال باش يوريك معناها شنو هو. شوف 2010 هو 2014 هو قبل كوب دي موند 2014 عملوا له برولونغاسيون دو كونترا. اش تحب تقول سي المنجز؟ باسكو عندك اختيارات خاطر باش نفسر لا ستابيليتي دو 10 ان بروغرام 10 سنين اش نقول لك؟ اون 98 باش يتفرجوا على سويسرا احنا مسيو جو سي تو اريغو ساكي جا لتونس هنا حتى انترونور ما مشى شاف اريغو ساكي مشيت انا شفته جو نو سوي با انترونور. دونك بار نوريك معناها يوريك التونسي يقول لك باش يعلمنا اريغو ساكي 98 يعملوا رونيون افيك لي كلوب بوندون 2000 ان لون 2000 عام 2000 ويمشيو يتفرجوا في كلير فونتين وسويسرا كومون فير وعملوا ان بروغرام قالوا لهم ان بونجليش معناها امبوسيبل قالوا لهم نو 2003 ابارتير دو 2003 شوف اليوم ليكيب دالماني وين 2014 صح الكوب دي مون نعطيك حاجه اخرى اللي باش توقف لك مخك على كام تاع فرجاني سيسي جوستومون اللي صار باسكو سي ان سكوندال اللي جوار يجي لهنا مع كامل احتراماتي اللي نحبه برشا وليد محلاه وتحفون لكن هو اني با ريسبونسابل دو سا 2014 وقت لا كملش بيه فهمتني فهمتكش ما انا غادر الواحد قالوا مصاب لا لا مش مصاب تحدى كان مصاب عيش خويا مشى عنده ان كونترا سيني دون ان اوتر كلوب ف
بوترونات. دونك اليوم اذا كان مصاب الوجه جاي، اذا كان ماكش 100% ما تجيش ليكيب ناسيونال. دونك ليكيب ناسيونال اكبر من برشا ناس. نقول لك حاجه اخرى، ان 2014 حكم عليهم يوكيم لوف، عملوا له برونغاسيون بور 2018، و 2018 عملوا له برونغاسيون 2022. اش قال لهم 2014؟ اوكان جوار نو فا ان كوب دو موند 2014 في البرازيل سون كي سوا سينياتير دون ان كلوب، خاطر نحبوا يلعب كونسونتراسيون بور ليكيب ناسيونال دالماني. الوحيد اللي مشى سيتي فريمون سبيسيال سيتي كروس، تو لو سي. ومن بعد كروس سيني ريال مدريد، معناه يوريك الحاجات احنا الاسماني احنا ما تماش مشاكل هما هذوما الفريق الوطني حتى حد ما عيط لهم باش يصحوا راهو فهمت فما ما يلعبش يجي باش يجي ولا يصح هاربين بينا راهو وقتها معلومات والله خويا يسام والله خويا سامي خويا اسلام راهو هاربين بينا غاديكا سور ان بروغرام ادابتي. اليوم انت باش تعطي ايكيب هو خويا وسام هنا باش تعطيه ايكيب ريسبونسابل دون ايكيب اون دوا لي دوني لي موان de sa politique. Rao, ahna, on a des joueurs extraordinaires fi Tunis, lekin au niveau de la formation, c'est une catastrophe. Lian lyoum l'éducateur li yelzmou ykoun fi el meydan mahouch éducateur. Chouf el machakel fi CSS, chouf el machakel fi l'étoile, chouf el machakel ma3na mnach, chouf el nadi el afrikhi mnach, men la gestion نتاع الباتريمون باسكو سي ان باتريمون. كل شيء غلط على طول الخط غلط. اليوم انتم قلتوا على دوزيام ايتون، انا جو سوي با داكور. اللي انا دوزيام ايتون بار ريسبي بارابور على ليكيب ناسيونال ايزون لوفي لو بي واخروا بالتالي حبوا يلعبوا يقول لك صعيب علينا وفك علينا بار ريسبي. انا نقول لك on doit pas juger sur les 20 premières minutes. معناها تزيريه واخروا بارسبي. Bien sûr, par respect pour la Tunisie, خويا. Par respect, parce que بالميديا après le match, il a dit. ماتش بتاع 5-6. عايش خويا، عايش خويا، اليوم comme tu n'as pas une stabilité au niveau de l'équipe, à tout moment, كما قال وسام، حتى نخسروا 2-3-0, c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu représentes ton pays. انا صحابي كلهم جوارات، mais في التيران عندي تونس. Et tu représentes la Tunisie. اليوم جورات لي تجي ليكيب ناسيونال ونشوفوا او نيفو دو لا مانيير او نيفو دو لا جيستيون حنا مجبر عمل كامل. تنجيو هو تاكيد كلامك حكيت مع ملاعبي انا من الجزائر بين ميتون ما تعرف الملاعبيه في البنك قاعدين الفوق قال لي باش نعطيكم اربعه معناها ماشي اربعه سكوب في الميتون فما في الميتون انا باش نقول له تصور لي فيك اللي ما عطيتوناش اربعه حبيت نقول لك سي المجد تصوروا البارح مش ماتش ماميكال وماتش ديسيزيف نتاع واحد يمشي كوب دي مون تصور البارح معناها ما جاش ماتش ميكا صحيح باهي وسام باش نجيك انت باش نسالك على الدفاع لكن خلينا نسال سامي على الاختيارات نبداو من الجارديان معز حسن زوز مقابلات اساسي صفر دقيقه مع فريقه في فرنسا تقريبا في اربع سنين من كوب دو موند تقريبا معز لاعب ممكن ماكس نتاعو اربع خمسه ماتشات في خمس سنين باش نعطيك راي خاص هذا متفاهمين فيه في الميكرو سامي لازم يلعب شكون اللي لازم يلعب سامي فقط باخذ شويه في الميكرو شكون اللي لازم يلعب في الفريق الوطني هذا متفاهمين فيها الجوار اللي يلعب واللي كومبيتيتيف واللي ومعناتها ومتميز في فريقه مش يلعب في فريقه برك لكن متميز في فريقه لكن انا عندي راي خاص معز حسن خير من بن شريفيه وخير من وهو بطل وخير من شكون وخير من بالمصطفى بالنسبه لي انا مش من توا نقولها من اللي جاء المره الاولى للفريق الوطني صحيح انه معناتها il manque de compétition مي بالنسبه لي انا معز حسن اي سوبيريور ابن مصطفى اي سوبيريور ابن شريفية لا قلت لك انا نعطيك هو رئيسك انا نعطيك انا نعطيك ريت 3-4 اللي عملهم البارح ريت 3-4 اللي عملهم ضد الكونغو شوفوا 3-4 اللي عملهم ضد الكونغو و 3-4 اللي عملهم البارح انا ملاع انا سي سامي سامحني باش نقص عليك سكوندا انا ملاعبي ما يلعبش راهو في كيب راهو انا با كيستيون باش يلعب اسمعني وما يجي جمله شويه انت وقت تتكلم على المبدا هذا 70% من اللاعبين المتواجدين في الفريق الوطني ما يحطوش ساقيهم في الفريق الوطني تعرف على الجيم وعلى حسن سمعني باش نفسر لك لولا اصابه ايمن دحمان ما كانش باش يكون موجود مع حسن انا اعطيتك راي فني اعطيتك راي فني انا جو تروف كو سي ان تري بون غارديان
نقطة استفهام كيفاش اللاعب هذا ما يلعبش فريقه في فرنسا والمانجير نتاعو وينو المانجير نتاعو تحركوا من الفريق هذاك يمشي لفريق اخر خاطر بور لو غارديان اكثر من اي لاعب لازم هذاك بالنسبه لي انا نقطة استفهام لكن على المستوى الفني بالنسبه لي انا الي لارجومون سوبيريور معناتها عاد في التخيل اذا ما ذكرتوش لا إلي سوبيريور عاطف تخيلي لا لارجومون سوبيريور على عاطف تخيلي ولارجومون سوبيريور على معناتها أفضل من دحمان زاد أفضل من دحمان دحمان بالنسبة تعتبره هو الأول معناها أحسن الأول أنا بالنسبة لي أنا دحمان عندي نقطة استفهام نقول العابد يلعب في صفاقس وبلوس فاكسيان سي أن غارديان كي 4-5 كيلو دو بلوس il joue constamment avec 4-5 kilos زايدين سي ان بوين دانتيريغاسيون وسام دونك جوست انا انت كنت مدافع قبل اكيد نحنسلك انت ما فماش ستابيليتي اليوم في الدفاع كل مره نشوفوا بير يلعب في الفلاكس لي زاريير كل مره نشوفوا شكون يلعب على عكس الجزائر اللي تقريبا الملاعبين كل واضحين حتى ماتش ميكالي لعبهم هما بيدهم الفورماسيون يلزم تلعب ويلزم يربح ويلزم كيما قلت لك 27 ماتش ما خسرتش الجزائر اليوم نحن في ليكيب ناسيونال تاع تونس خويا يلزمك انت شنو يلزمك تلقى لوتوماتيزم بين الاربعه هذوكم اللي يهزولك الفريق راهو حطها في بالك سلام والناس اللي تعرف الكوره غارديان والاربعه التوالى اول هذوكم الساعه قبل التاكون قبل كل شيء هذوما الاربعه لازمك تلقى لهم ستابيليتي نتاعهم والاوتوماتيزم نتاعهم خاطر اريير دروا لازم يفهم يلزم لك يفهم لاكسيال كي يطلع يعرف الاخر باش يكوبري وراه الاخر لاريير غوش ديجا هكا اللي هنا ديما دي معناها ديما يلزم يفهموا بعضهم خاطر يلزم يتكلموا بعضهم هذوكم اللي يهزوا ليكيب شفنا الطالب البارح اليوم 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 ماناش قاعدين نشوفوا فيها معناها الفورماسيون والاربعه الاربعه ولا 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 الجارديان ما همش قاعدين هما ديما الموجودين مع بعضهم او مريح ديما موجود ومعاه طالب المره اللي فاتت اليوم براون اريير دروا كشريدا ودراغ ودراغر اريير غوش اليوم نشوفوا عليه العاب مع اسامة الحدادي وهما بار كونتر لازمك هذوما الاربعه لازمك تحطهم الساعه وبيفو اكسيال لازم دم موجودين ما فيهمش هذا هو بيفو واضح سخيري سخيري صحيح سخيري من احسن الملاعبيه اللي موجوده تو بصراحه خلينا في الدفاع الساعة. في الدفاع اليوم نجيزمك علي معلول بصراحه خلينا نقولوا علي معلول احسن واحد في البلاصه هذيك اليوم علي العابدي قاعد سامحني لا جوست حبيت نعرف لا انت تتكلم فيها هذا كله صحيح لكن وقت عندك الناكس سنترال انستابل مش انستابل معناتها تغيير عندك لاك سنترال نتاعك ضعيف برشا ضعيف وقت تبدا عندك وقت تبدا عندك لاك خمسه سامحني خمسه مدافعين لازم تختار من شو في وقت تبدا عندك انت لاك سنترال نتاعك ضعيف ما عادش تنجم لا تتكلم على لا على مدافع ايمن لا على مدافع ايسر ومش من اليوم لاك سنترال نتاعنا ضعيف مش من اليوم وما تغيروش والملاعبيه هذوكم بيدهم لاك سنترال مريح اي فابل سور لو بلان ديفونسيف مريح في ليكيب نتاعو ما يلعبش والطاجي يلعب كابيتان معناها افهم معناها كيفاش هذه جيستيون فهموا لازمني لازمك تفهم راهو يا اسلام انا اعطيني الكومبيتيتيف انا قبل ما اعطيتك والله صدقني قبل حتى كي نلعبوا مع لومير ما تلعبش في كيفك ما تجيش راهو ليكيب ناسيونال سي المونجي ما تجيش في العالم راهو في العالم الكل ما تجيش وراهو قبل معناها الزوز اللي في اللاكس راهم يلزمهم ديما يلعبوا علاش اللي مش يدخل في اللاكس مش يدخل معاهم في اللاكس لازم شوف باش الاخر اللي يلعب قبلك يلزم يكون مش في فورما وما لعبش ولا تضرب باش انت تشد بلاصه معاه راهو صدقني قبل قبل نعمل ملاحظه زاد قبل راهو ما كانتش للكادو مفتوح المجال ما كانش موجودين يا سلام حسام نحب نعمل ملاحظه احنا دخلنا توا في الجزئيات الفنيه شوف انا كصحفي انا كصحفي ثم حقائق لازمنا نقولوهم ولازمنا ما نهربوش منهم ونعرفوهم وقت عندك رئيس جامعه يتدخل في القائمه والقائمه هي قائمه رئيس الجامعه قبل كل شيء وقت عندك رئيس جامعه يتدخل في ال11 اللي مش يهبطوا ال11 الاساسيين اللي مش يهبطوا وقت عندك رئيس جامعه يهبط في الميتان للفستيير ويسكت معناتها الناخب الاول والناخب الثاني ويتكلم رئيس الجامعه ما عادش تنجم تتكلم على اختيارات والاختيارات ونحكيو عليهم هذوما اللاعب اللي يلعب واللاعب ما يلعبش واللاعب الكومبيتيتيف ولا مش كومبيتيتيف اختيارات شكون؟ هذم اختيارات فرضهم مش من اليوم صار له مشاكل مع البنزرتي على هذايا مع معلول بزنسوا مع بعضهم وتفاهموا كانت عندهم كلمه برك مع جيراس نفس الشيء اليوم مع الكبير ومع السليمي مسكرين فمهم اثنين
واختيارات السيد وديع الجري. كان ما نقولوش هذايا للناس اللي يسمعوا فينا، رانا ما اديناش الواجب نتاعنا، على الاقل نتكلم على نفسي انا كصحفي. مازلنا باش نحكيو على المنتخب، الاخبار مع وسام، نحكيو بعد الشيء.